أحد الزملاء اقترح علينا فرضية لاحظها من خلال متابعته لمرضى سرطان الرئة، أنه معظم المرضى اللي شافهم كانوا بيحملوا بجيبهم قداحة أو علبة كبريت. فالفرضية عنده أو فرضية تبعه أنه سرطان الرئة بيترافق مع حمل القداحة أو علبة الكبريت. فرحنا جبنا مجموعتين مرضى لنختبرهم، نشوف نختبر هالفرضية هل هي صحيحة أو لا. مجموعتين مرضى، المجموعة الأولى بتحمل بجيبها قداحة أو علبة كبريت، والمجموعة الثانية ما بتحمل بجيبها قداحة أو علبة كبريت. وتابعنا المرضى على مدى 5 سنوات أو 10 سنوات. بعد فترة رح نلاحظ، أو بعد بنهاية المتابعة حنعمل إحصائية مين صار عنده سرطان ومين ما صار عنده. ففعلا حيكون المجموعة اللي بجيبها قداحة أو علبة كبريت نسبة حدوث السرطان عندها أعلى. فبنستنتج انه هناك ترافق ما قلنا تسبب، بين حمل القداحة او علبة الكبريت وحدوث سرطان الرئة. برأيكم هل هي النتيجة الصحيحة او هي النتيجة مضللة؟ هي نتيجة خاطئة صراحة. الاحصاء صحيح، لكن في عنا خطأ ارتكبناه، او في خطأ غاب عنا، انه في عامل مضلل هو العلاقة بين التدخين وحمل علبة الكبريت. كل اللي بيحملوا علبة كبريت بجيبهم أو معظمهم بيكونوا مدخنين أصلا، فاللي سبب السرطان هو التدخين وليس حمل علبة الكبريت. هذه هي الكونفاوندينج فاكتور، العوامل المضللة، بترجمها أنا بالعوامل المضللة إحصائيا، إنه نحن ما حسبنا حسابنا إنه هدول مدخنين، ما حسبنا التدخين بالحسابات، فطلع معنا ببساطة إنه الحمل علبة الكبريت هو عامل خطر لتطور سرطان الرئة. قد تتخيلون إنه هذا الموضوع بهالبساطة بالإحصاء، لكن صدقوني هو أعقد من هيك. بكتير أحيانا بيكون العوامل المضللة الكونفاوندينج فاكتور بتكون خفية عنا. كيف بنقدر نتجنب هذا الموضوع بدراسات المراقبة الأوبزرفيشنال؟ إنه نحن نطلع شو في دراسات سابقة صارت بالموضوع، شو ربطوا الإكسبوجر مع الأوتكم. يعني نحن عم نحكي على سرطان الرئة، شو الدراسات اللي صارت سابقا درسوه مع علاقته مع التدخين، علاقته مع الكحول، علاقته مع الملوثات، مع المهنة، مع العمر. هي كلياتها شغلات مدروسة سابقا، ورغم هذا الشيء يبقى إنه أحيانا في كونفاوندينج فاكتور، عوامل مضللة ما بنقدر نكتشفها. هذه الكونفاوندينج فاكتور هي من نقاط الضعف بهي بكثير بدراسات المراقبه عموما، او الدراسات الرصديه، انه نحن بنكتشف او بنستنتج وجود علاقه بين اكسبوجر واوتكم، وبالحقيقه هي العلاقه ما هي علاقه حقيقيه، في كونفاوندينج فاكتور موجود بالنص. لو سالتكم هل في علاقه بين الكحول، بين تناول الكحول وبين سرطان الرئه، الكونفاوندينج فاكتور بالنص هو التدخين. حقيقه معظم الكحوليين حيكونوا مدخنين. انا كيف بعرف انه التدخين هو اللي عم يتسبب بالسرطان ولا الكحول نفسه؟ باخذ مجموعتين من الكحوليين، مجموعه كحوليين ومدخنين ومجموعه كحوليين وغير مدخنين، وبدرسهم على 10 سنوات مع مجموعه شاهد، طبعا مع مجموعه كنترول، وبلاحظ انه مجموعه الكحوليين مع التدخين قولا واحدا حتكون نسبه السرطان عندهم اعلى. قد انا عم اقول قد لانه يبدو الابحاث بهالموضوع موجوده وماني كثير متقنها، انه قد يكون للكحول عامل مستقل او عام او تسب او او خطوره مستقله بترافقه مع سرطان الرئه بغض النظر عن وجود التدخين او لا. طبعا الاحصاء هو او الاحصاء هو اللي بيجاوبك عن هذا السؤال. لو سالتكم مثلا شو علاقه، هل في علاقه بين عدم ممارسه الرياضه وبين زياده الوزن؟ لو جبنا مجموعتين، مجموعة بتمارس رياضة ومجموعة ما بتمارس رياضة، حيكون مجموعة اللي ما بتمارس رياضة الوزن عندها أعلى أو بيكسب وزن أعلى، وبالتالي بنقول إنه البدانة تتعلق بعدم ممارسة الرياضة، في ترافق association. لكن الحقيقة إنه في confounding factor مهم جدا جدا بالنص، وكلكم أظنكم متوقعينه، إنه هو زيادة تناول الأكل. اللي ما بيلعب رياضة بيكون عم يأكل أكثر. فهل لو نحن ضبطنا موضوع الأكل، عملنا له control مثل ما بيقولوا، عملنا مجموعة بتلعب رياضة وبتاكل كتير، ومجموعة ما بتلعب، مجموعة عفوا ما بتلعب رياضة وبتاكل كتير، ومجموعة ما بتلعب رياضة وما بتاكل كتير، فهل عدم لعب الرياضة بحد ذاته بيزيد الوزن؟ هذا هون الكونفاوندينج فاكتور بيبين أثره فعلا، هل هو في أثر مستقل أو هو أثر معتمد مثل ما بيقولوا. من النقاش اللي هل عم نخوضه أو دائر مع الزملاء، إني هل استئصال الرحم بحد ذاته بيزيد الخطورة القلبية الوعائية؟ الكونفاوندينج فاكتور هون بالنص هو تأذي تروية المبيض، لو كان في ترافق استئصال للمبيضين وبالتالي غياب الاستروجين، ما بنختلف على انه الخطوره الوعائيه بتزيد. لكن هل استئصال الرحم بحد ذاته
بيزيد الخطوره الوعائيه؟ هل استئصال الرحم حيؤدي الى تاذي ترويه المبيضين مثل ما ناقشنا مع الزملاء، وبالتالي هذا الشيء هو اللي عم ياثر على زياده الخطوره القلبيه الوعائيه؟ هذا هون الكونفاوند فاكتور بيلعب دوره. هل في شيء ما مكتشفينه نحن مثلا؟ يعني هل في هرمونات عم يفرزها الرحم رغم هذا الكلام يبدو ما انه مثبت او ما في عليه اي اثباتات، هي اللي عم تحافظ على وظيفه المبيضين، وغياب الرحم عم ياثر على وظيفه المبيضين؟ هذه هون الكونفاوند فاكتور بتلعب دورها. فبالدراسات الاحصائيه اللي هي الاوبزرفيشنال معظمها بتعاني من هذا الموضوع اللي هو الكونفاوندينج فاكتور، اللي هو العوامل المضلله. حبيت اذكرها بشكل سريع خلال نقاشنا لتصميم الدراسات، لانه لما حنناقش تصميم الدراسات اللاحقه حنتذكر انه بعضها بيعاني جدا من موضوع الكونفاوندينج فاكتورز. السلام عليكم.